في ان احنا نروح للسفير المصري الاستاذ مدحت المليجي في الكاميرون اه طبعا لنطمئن على البعثه المصريه. سياده السفير اهلا بيك في قناه الزمالك. اهلا يا كابتن، ضيفك الكريم كابتن فكري، راجل عزيز علينا كلنا. ده مساء صحيح. الخير يا فندم، وانت عامل شغل يعني انا بدي لحضرتك التحيه العسكريه للشغل القدير اللي حضرتك يعني مجهود غير طبيعي ان حضرتك عامله مع المنتخب هناك. كلك لك ذوق، ربنا يخليك. بس انا متاكد ان لو حضرتك كنت موجود مكاني هنا كنت هتعمل اكتر. احنا بنحاول على قد ما نقدر، والمهم بس المنتخب باذن الله ربنا يقدره ويفرح كل الجمهور اللي مستنيه ويرجع لنا بكاس البطوله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحقيقه سيادة السفير انه اداء حضرتك هو من الاداء الذي نتمنى ان يعني يكون مثال للعيبه المنتخب المصري، من رغبه في خدمه المنتخب ورغبه في انه نخلي المنتخب في افضل حال، وكمان الجمهور المصري اللي بيجي والتعامل معاه. يعني انا التقيت باكتر من حد يعني بيتكلموا في عنك وعن ادائك المتميز واحساس الابوه كمان ناحيتك لناحيه الجماهير، هم سعداء جدا بصراحه، ويعني حضرتك تستحق التحيه لا شك في هذا. الله يخليك، الحقيقه ده بس من ذوقهم، لكن احنا يعني حضرتك عارف كلنا بنعمل في اماكننا، بنحاول ان احنا نسعد في مهمه قوميه عندنا كلنا. الموضوع ما هواش مجرد موضوع كوره، ده صوره مصر وسمعه مصر، ولابد ان زي ما انا بسعى، انا متاكد ان المنتخب كمان بيحاول على الخط. وعلى فكره يعني احنا بنتكلم دايما عن المنتخب بصيغه الغائب، وهو حاضر معانا، لان هم حضرتك زي ما انت عارف وسائل التواصل الاجتماعي بتخليهم هم يعني مطلعين تماما على نبض الشارع، لما بنكون الجمهور زعلان، لما بيكون الجمهور مبسوط، لما بيكون الجمهور راضي او غير راضي عن الاداء، كل ده هم بيشعروا بيه اول باول. حضرتك عارف طبعا صحيح. ان وسائل التواصل ما بتجيبش اللاعبين في حالهم، فبيحسوا بينا. وانا اقدر اؤكد لحضرتك وللكابتن فكري ان هم الحقيقه كلهم على قدر المسؤوليه، وكلهم رغبه في اسعاد جماهيرهم، وعارفين ان هو ده رصيدهم الحقيقي عند الناس. صحيح. فانا متاكد ان هم هيبذلوا اقصى قدر عندهم. وعايز اضيف نقطه ثانيه اذا سمحت لي، فضل. وهو ان من واقع التاريخ بتاعنا وخبرتنا ورؤيتنا للمنتخب، المنتخب بيكون في احسن حالاته وهو بيلعب تحت ضغط. واحنا النهارده ما فيش ضغط اكتر من الضغط اللي احنا فيه. صحيح. الضغط نتيجه الامل 100 مليون في ان هم يتخطوا دور ال 16 ثم دور الثمانيه وصولا الى النهائي، ده من جانب. صحيح. من جانب اخر ما فيش شك ان الانجاز اللي حققته تونس امبارح ده محفز لينا ان احنا نكون على نفس المستوى ونستطيع ان نفوز على اول المجموعه الاخرى اللي هي كوت ديفوار. وثالثا ان احنا اوريدي عندنا عامل حاسم الا وهو الاسم بتاعنا، منتخب الفراعنه او منتخب مصر زي ما بيسموه. هذا المنتخب يشكل بعبع لكل الفرق الاخرى، حتى ان الناس بتستغرب رغم ان احنا تقليديا يعني كاميرونيين بيحبونا، الا ان هم دايما بيشجعوا الفريق المنافس لان هم خايفين يقابلونا. ودي قالوها لي الكاميرونيين. علشان كده هم بيشجعوا الفرق الاخرى علشان خوفا من الالتقاء بمقابله بمنتخب مصر، وده لقاء يعني بيحسب حسابه بالورقه والقلم، يعني مش حاجه سهله. صحيح. نتعشم ان شاء الله نكون على قدر هذه المسؤوليه ان شاء الله، ومنا زي ما طول عمرنا بنعمل ان شاء الله. هو على كل حال اذا ربنا اذن للمنتخب المصري الفوز على ساحل العاج والتقى بقى بالفائز من المغرب وملاوي وفاز برضه، والناحيه الثانيه الكاميرون فاز في الماتش اللي جاي، فيلتقوا مع بعض في قبل النهائي مش في النهائي يعني. فيعني ما حدش عارف بقى اللي هيجرى ايه. ما فيش شك طبعا ان احنا هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نثبت انفسنا ونثبت جدارتنا بان احنا حملت اللقب 7 مرات، دي مش حاجه سهله. صحيح. فانا متاكد ان شاء الله ان احنا هنقدر نعمل حاجه ونتيجه كويسه جدا ترضي الجماهير وتخلي اللعيبه حاسين بالرضا عن نفسهم، وهم قادرين على هذا وليسوا بعيدين عنه. واحنا طول عمرنا بنلاعب كوت ديفوار وهزمناها في اكثر من مره وفي لحظات حاسمه جدا، فما فيش ما يمنع ابدا ان احنا المره دي نحقق نفس الانجاز ان شاء الله. ان شاء الله. سياده السفير، الجزائر اشتكت من ارضيه الملعب، وكوت ديفوار اشتكت من ارضيه الملعب، وهو ملعب
جابوما اللي احنا هنلعب فيه مع ساحل العاج. هل في تطورات في الملعب بعد تقريبا اسبوع اهوت من غير اي مباراة واكتر؟ هل حصل اهتمام او تطوير في الملعب خلال الفترة اللي فاتت دي؟ الحقيقة يا فندم أنا تواصلت مع بعض المسؤولين في الكاف وعلمت أنه تم إصلاح الملعب أو على الأقل في سبيله للانتهاء كمان من إصلاحه، يعني يمكن يكون اللمسات الأخيرة للإصلاح. وأضيف على كده إلى أن المنتخب النهاردة الحمد لله بعد التدريب الأساسي بتاعه اللي تم على الملعب الفرعي لنفس الاستاد اللي هتتم فيه المباراة، راح زار بقى ملعب المباراة نفسه، وهي الزيارة التفقدية الوحيدة التي يسمح بها الآن، لأن زي ما حضرتك عارف إن ما عادش زي زمان بنقدر إن إحنا نلعب على أو نتدرب على الملعب الرئيسي، ولا يسمح إلا بإقامة المباريات الرسمية فقط عليه. صحيح. كان من المهم إن إحنا نقوم بهذه الزيارة التفقدية لسببين. أول سبب علشان نطلع على الإصلاح اللي تم في الملعب، وتاني حاجة تحقيقا لمبدأ التكافؤ في الفرص، لأن كوت ديفوار زي ما كلنا عارفين لعبت على هذا الملعب ثلاث مباريات. صحيح. احنا هنلعب عليه أول مرة يوم ما هنلعب كوت ديفوار، وفي مباراة حاسمة لأنها طبعا زي ما حضرتك عارف خروج المغلوب. صحيح. وبالتالي فكان من الضروري إن احنا نطلع، وأنا معلوماتي إن في نوع من الرضا يعني على النسبي على الأقل عن حالة الملعب، وإنه أفضل بكثير من الوقت اللي اتقدمت فيه الشكوى اللي قدمتها الجزائر او كوت ديفوار. تمام. طيب ايه اخر لقاء، يعني هل في لقاءات حصل بينك وبين لعيبه المنتخب خلال الفتره اللي فاتت ديت بعد ما يعني صعدنا الى الدور التالي؟ الحقيقه انا بتواصل تليفونيا مع المسؤولين عن المنتخب، بحاول ان انا اطمن، لان يعني لا اخفيك سرا إلى أن أنا إلى حد كبير طبعاً مهتم بطائرة الجماهير طبعاً اللي جاية، وبالتالي دي محتاجة تركيز عشان أقدر أرتب كل احتياجاتهم من تأشيرات وأتوبيسات حتى تنقلهم من المطار إلى الاستاد وبالعكس، والإجراءات والإجراءات الاحترازية والطبية وما إلى ذلك. في ترتيبات كتيرة جداً. أنا حتى النهاردة الحمد لله تواصلت مع وزير الداخلية علشان يكون في يعني موتوسيكلات قصاد الاتوبيسات علشان سرعه الانتقال من المطار الى الاستاد. فالحقيقه انا لسه ما سافرتش دوله، ومسافر بكره الصبح ان شاء الله ان شاء الله حصل المنتخب، لكن انا بتواصل تليفونيا ومعلوماتي ان الامور تسير على خير ما يرام، التدريبات في مواعيدها، المحاضرات في الوقت الذي يختاره كابتن كيروش، والامور بتسير بشكل طبيعي جدا بل افضل من الطبيعي. الروح الوطنيه اللي انا شفتها قبل ما يسافروا حتى لغايه يوم السفر نفسه لما التقيت بيهم الحقيقه على احسن ما يرام، وبالتالي انا الحقيقه متيقن ان المنتخب سيبذل اقصى جهد عنده لتحقيق نتيجه ترضي جمهوره وال100 مليون اللي في مصر اللي مستنيين نتيجه تفرحهم ان شاء الله. انا ما عنديش شك فيها، التوفيق من عند ربنا ان شاء الله، لكن انا متاكد ان حماس اللاعبين قوي، وان هم يرغبوا فعلا في تحقيق نتيجه ترضي عنهم الناس بعد ما هم حسوا ان في نوع من ربما يعني عدم التوفيق في المباريات السابقه علشان نحقق سكور عالي زي الفرق الاخرى اللي حققت ثلاثه واربعه. صحيح. لكن احنا متعودين لينا نظام كده ان احنا نبتدي بالراحه ونشد على طول المباريات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا سياده السفير على وجودك معانا، ودايما في لقاءات متواصله ان شاء الله.